المدخل الوحيد اللي بيجي من اول ولاد رجب اللي الناس راحه وجايه عليه واطفال وناس كبيره وشباب، هو ده المدخل الوحيد يعتبر. لما اجي واكون كل عمال يعدي، لما يبقى طفل في ايد امه او الاطفال اللي هي بتلم الاكياس البلاستيك والازايز والحاجات دي كلها، لما تيجي وتحط ايديها في وسط الحاجات دي، ادي الازازه مرميه جنب البونتيات جنب السرنجات، يعني معنى كده انها كانت عند حاله ومصابه. لما يجي راعي غنم ويجي ويفضي لي الاكياس ديت بايده كده، وراعي الغنم ده اتنقل من هنا للمكان دوت للمكان الثاني للمكان، فالناس كلها بتيجي. هو مش حلو ان احنا كده، احنا بنناشد طبعا رئيس مجلس المدينه والساده المسؤولين ان هم يجي يشوفوا حل للكارثه ديت. زائد ان في حاجه كمان، احنا دلوقتي في وسط وباء، لما امبارح يقولوا ان في 1000 حاله، يعني ما كده ضربه في 20 في 30 الناس، الحالات اللي ظهرت ديت هي مجرد اللي هي بس اللي عملت مساحات وقالوا عليها، يعني معنى كده ان في ناس كتير في قلب البيوت عاملين عزل وفي كل حته. طيب لما اجي دلوقتي حاله في البيت عندها كورونا، والكيس اللي هو اللي فيه المستلزمات بتاعتها او الازايز او الجونشات او المسقط بتترمي فين؟ ما بتترمي هنا برضو في وسط الحاجه ديت، اللي هي الاطفال الصغيره بتيجي وبتاخدها وبتعيد وبتبيعها وبتعيد تصنيعها تاني، ماشي. لما اجي بقى الناس اللي جايه بقى راحه وجايه كده، ما هو ممكن عيل برضو وطى على سرنجه خدها، وطى على ماسك خده، وطى على جوانتي لبسه وعمله، ما هو ده كله ده ما هو موجود، سواء الام موجوده او مش موجوده، في اطفال شوارع كتير جدا. اللي في غياب تام ساكن هنا في القناطر؟ ساكن هنا ايه بقى المشكله؟ المشكله ان رئيس المدينه ما بيلفش هنا في القناطر، ما بيلفش هنا في القناطر خالص، شاب الشوارع ما ينفعش كده، ما ينفعش ما ينفعش. انت عارف بيجوا بتوع المجلس بيعملوا ايه؟ بيلموا الازايز العلب بتاع اللي هي بياخدوها يبيعوها ويسيبوا الزباله زي ما انت شايف كده.